يعطيكم الصحة والعافية، معكم محمد بوريكي. سامحوني صوتي شوي يمكن لأني تعبان متليش الصوت عندي على قولتنا يعني بالكويت، منتشل في انفلونزا، بادية انفلونزا، كافينا كافيكم الشر. على العموم شركة مايكروسوفت للحين قاعد تهوش، قاعد تعطينا تليفونات تكون جودتها من المصنعية معروفة، نوكيا من ناحية المصنعية ومايكروسوفت الحين لأن استحوذتها، بس للحين ما عطتنا فلاكشيب مال سنة 2015، وهذا واحد من التليفونات اللي أنا شفته ببرشلونة واستأنست عليه، هو المايكروسوفت لوميا 640 اكسل، وهذه مراجعته. السلام عليكم ورحمة الله، معنا اليوم 640 مايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت لوميا 640 اكسل راح يكون من التليفونات اللي بالضبط تصبيره حق الفلاكشيب مال سنة 2015، لان مايكروسوفت للحين ما اعلنت عن فلاكشيب 2015، وفي اشاعات الحين قاعد تطلع انه راح يعلنون مو عن جهاز، راح يعلنون عن جهازين، يمكن يكون الفلاكشيب اللي راح يكون بدال اللوميا 930 واللوميا 1520، ما يندرى شنو راح ينزل بدال اللوميا 1020، بس حاليا لين الحين ما في اي فلاكشيب ديفايسز عندنا. الحين هذا يعتبر يمكن اكثر باور هاوس من تليفونات اللي فيها مواصفات من عليها علامة تجارية من شركة مايكروسوفت، هو اللوميا 640 اكسل. هذا واحد من الاجهزة اللي انا شفته ببرشلونة واستانست عليه صراحة. مبدئيا يوم شفت التليفون في منه اكس لارج وفي منه الحجم العادي، هنا راح يكون شاشته 5.7 بوصة 1280 و720 HD، مو فل HD، HD، فبيكسل دنسيتي ما راح يكون وايد عالي، بس كأنت دافع اقل من 200 دولار تقريبا، فما ظنيتي راح تحس انه والله اوكي ليش ما اعطيتوني فل HD ولا كواد HD. ف اوكي مقبول، اذا اقل من 200 دولار سعر الجهاز مقبول. عندك انت هنا اتش دي سكرين على 5.7 بوصه، للعلم 5.7 بوصه هي نفس حجم الشاشه الموجود على سامسونج جالكسي نوت 4 وسامسونج جالكسي نوت 3، عشان يكون عندكم مقياس من ناحيه حجم الشاشه ايش كثر هنا كبيره، وانك انت تقدر تستغلها وتسوي لك وايد اشياء. التاتش كنترولز لان عليه نظام تشغيلي مال ويندوز 8.1 او دنم، فانت تقدر توخر الدقم اذا انت ما تحتاج هالفيرتشوال كيز الموجوده تحت، وتستغل حجم الشاشه بالكامل اذا تبي تدش براوزنج الانترنت او تبي تعرض صور او ما اعرف ايش. هذه خاصية هم حلوة من ناحية الابديت مال دنم 8.1، كنت تقدر تستغل الشاشة بالكامل. الشغلة الثانية راح يكون المعالج عليه سناب دراجون كوالكوم رباع النواة على 1.2 جيجا هرتز، اوكي ذاكرة عشوائية و1 جيجا بايت رام، يا ريت كانت اكثر لان لما شغلت وايد برامج حسيت ان التليفون نوعا ما قام شوية يهنق. لا كان مفروض يكون في ذاكرة عشوائية اكثر من كذي، مع انه هم قاعد يستخدمون سناب دراجون 801 نسبيا قديمة، بس ما راح تحس انت بوايد فرق لان نظام تشغيلي مال ويندوز اصلا خفيف وما عليه يعني وايد شغلات انه هو يحتاج انه يشتغل نفس طريقه اندرويد مثلا. راح تكون انت تقدر تزيد الذاكره مالته، عندك ميموري كارد او مايكرو اس دي كارد، ويدعم شريحتين، واخيرا عدلوا الغلطه اللي مالت 535 او مو غلطه، الشغله اللي كانت ناقصه باللوميا 535 هي الفور جي او ال تي اي، يدعم التليفون ال تي اي، في شريحتين، في ستاند باي، راح يكون عندك انت ال تي اي والثاني راح يدعم 3 جي، فالتليفون راح يغطيك من كل النواحي من ناحيه الشبكات غير الواي فاي بلوتوث وما اعرف ايش. شغله ثانيه هي البطاريه، بطاريته هنا 3000 ملي امبير، والكاميرا، الكاميرا مالته راح تكون 13 ميجا بيكسل كارل زايس اوبتكس، عدسه كارل زايس احنا شفناها تبلش على تليفونات نوكيا لما نزل تليفون نوكيا ان 90 كان 2 ميجا بيكسل على كارل زايس اوبتكس، ايام الطيبه واحده من افضل الكاميرات اللي نزلت على تليفونات مو بس بذاك الوقت، حتى الحين لو احد عنده نوكيا ان 90 يصور ويقارن الصور من التليفونات الموجوده الحين راح ينبهر من الجوده مالت الصور اللي كانت تنزل على نوكيا ان 90 من قبل، من سنه 2006 انت قاعد تحكي او 2005 خمسة. متى نزل نوكيا 90؟ مو موضوعنا. فالتليفون وايد كارل زايس، عدسة كارل زايس، انا استانس لما اشوف تليفونات عليها عدسة كارل زايس، او بالاحرى استانس لما اشوف تليفونات نوكيا عليها عدسة كارل زايس، لان ما قمنا نشوفها مره ثانيه، قمنا نشوف الحين كله بيور فيو، بيور فيو، ما قمنا نشوف وايد كارل زايس، بس كارل زايس جدا جدا ممتاز، العدسه مالت الكاميرا جدا ممتازه، مثل ما تشوفون الحين انتم بالسامبلز، حطوا ببالك انك انت قاعد تدفع ما قيمه 200 دولار على تليفون يعطيك انتاج اصور كذي، النويز عالي مو عالي، بس ليش انت يعني تتفادى هالامور او انك انت تستغني عن هالشيء؟ تحس انه كلها واحد، لان السعر بالنهايه كلها، انا حطوا هذه القاعده ببالكم، كل ما تدفع اكثر، كل ما تتوقع اكثر، كل ما تدفع اقل، كل ما تطوف وتطنش تقول عادي، ف 640 اكسل قاعد يعطيك وايد اكثر من اللي انت تحتاجه من ناحيه الفلوس اللي انت قاعد تدفعها، نادر جدا انك انت تحصل تليفونات بهالمواصفات بهالسعر.
بالسوق حاليا. فالبطاريه مالته مثل ما قلت 3000 ملي امبير، وتقدر تغيرها، تقدر تشيل الكفر الخلفي وتوصل للبطاريه هذه. حركه الحين قمنا نفقدها من تليفونات وايد، بالذات لما سامسونج الحين خلاص اتوقع راح تحول انه ما راح تقدر انت تشيل البطاريه او انك انت توصل حق البطاريه. فنادر جدا ان احنا نلقى هالخاصيه حاليا التليفونات، انك انت تقدر تشيل الكفر الخلفي وتبدل البطاريه. مصنعيه الجهاز راح تكون مصنوعه من بولي كاربونيت بلاستيك، مصنعيه مايكروسوفت، لا ما حد يقدر ينقد عليها. الشاشة محمية من غوريلا جلاس 3 مو 4، غوريلا جلاس 3 ممتاز. LG G4 على غوريلا جلاس 3، صدق او لا تصدق، فممتاز. فلاكشيب ستاتس حق نفس كم تليفون موجود بسنة 2015. موضوع ثاني، فيديو ثاني. فهذه كانت مراجعة سريعة على قولتهم حق مايكروسوفت لوميا 640 XL. طبعا هذا النظام التشغيلي عليه هو ويندوز 8.1 دينم، راح يكون من أوائل التليفونات اللي ينزل عليه نظام تشغيلي مال ويندوز 10. وقبل تسألوني بالكومنت سكشن راح أجاوب على السؤال اللي كل من راح يسألني عنه. بالكونفرنس أو بالبيلد، المؤتمر اللي توه صار حق مايكروسوفت، أعلنت مايكروسوفت أن النظام التشغيلي مال ويندوز 10 راح يدعم تطبيقات والألعاب والبرامج وما أعرف إيش مالوت أندرويد ومالوت آي أو إس. شلون؟ خلنا نتكلم أول شيء عن شلون هم راح يسوون سبورت حق تطبيقات أندرويد على مايكروسوفت. النظام التشغيلي مال مايكروسوفت شغال على برمجة معينة، السب سيستم ماله أو البرمجة التحتية مالته تدعم البرمجة مالت النظام التشغيلي مالت أندرويد. فأنت عندك الحين الـ APK راح يكون البرمجة مالت الـ APK مالت البرامج اللي أوريدي نازلة على النظام التشغيلي مال أندرويد راح يمشي مع أو راح يتطابق مع النظام التشغيلي مال مايكروسوفت. في ناس وايد قاعد تفكر انه ممكن يكون هالشيء اميوليشن. شنو يعني اميوليشن؟ يعني ان انت قاعد تبث البرنامج فما راح يشتغل بالضبط نفس الطريقه اللي المفروض يشتغل فيها على الجهاز. بس مايكروسوفت انكرت هالشيء، وراح يكون هذا الشيء ممتاز من ناحيه انه راح يعطيك شغلات يمكن اصلا بالتطبيق نفسه ما كنت تقدر انت تسويها مع التليفونات اندرويد او ايفون. منها سالفة ان اللايف تايل الموجودة من قدام انتجريشن راح يكون من البرنامج حتى مع اللايف تايلز، لهالدرجة واعدين ان هم البرامج راح تتطابق مع النظام التشغيلي. شلون راح يشغلون انزين برمجة اي او اس؟ سهلة، قالوا ان اي واحد اي مبرمج اوريدي عنده البرمجة او الكودينج مالت التطبيق ماله او اللعبة مالته يسوي لها ديكومبايل، معناته يريد يفتشها مرة ثانية. كل بساطة دقمة واحدة راح تقدر تسوي ديكومبايل وتسوي ريكومبايل حق اي او اس. فهم هالحركة هذه قاعد يسوونها عشان يشجعون المطورين، لان صراحة الناس وايد تقول ما بي تليفون مايكروسوفت او تليفون نوكيا لان ما في وايد برامج انا احتاجها. فسؤال يحيرني صراحة، منو فيكم راح يغير فعلا؟ كتبوا لي بالكومنت سكشن تحت، منو فيكم راح يغير من نظام تشغيلي مال اندرويد او اي او اس في حاله اذا هالشيء فعلا صار، انك انت تقدر تاخذ تطبيقات اندرويد واي او اس وتشغلها على نظام تشغيلي مال ويندوز؟ منو راح ياخذ التليفونات ويندوز او مايكروسوفت؟ كتبوا لي تحت بالكومنت سكشن، ودي اعرف الصراحه. لو نقدر نسوي احصائيه نعرف كم واحد راح يغير بسبه هالشغله هذه اللي اعلنوا عنها. وهذا راح يكون واحد من اول تليفونات اللي راح ينزل عليه اصدار ويندوز 10 قريب ان شاء الله، يمكن بعد الصيف. شيء مثير للاهتمام صراحة مايكروسوفت عقب ما الإعلان أنتم سويتوه. سلامتكم تعيشون. كان معنا هني اللوميا 640 XL. إذا عندكم سؤال عن هالتليفون أو أي تليفون ثاني يا ريت تكتبوا لي بالهاشتاج ستوركسز أو ستوركس قالي تويتر وإنستغرام، وإن شاء الله أرد عليكم هناك. وإذا مسوين سبسكرايب يا ريت تسوون سبسكرايب توصلكم الفيديوهات أول بأول. أحمد بوعريكي سامحوني على الإطالة، وجزاكم الله خير على المتابعة. في مالا الكريم.